احنا جالسين في هذا رمضان على هدى من الله، نصوم النهار ونقوم ما تيسر من الليل. اه زيد زيد وشخ. اوقف اوقف بلاتي اوقف اوقف. اه حيدان عليك يا اللحية. قلت لا عجبتيني ولكن ما عرفتكش. مدام حضرة. لا اله الا الله. شكون انت بعدا شكون انت؟ الحمد لله يا ربي اللي احنا محافظين ماشي مضيعين بحالهم، اللهم لك الحمد. واخس ابراهيم قال لك الله ينزلنا على الكاد. اركان الاسلام خمسه، نصوم النهار ونقوم ما تيسر من الليل. يا مسلم لا تنسى احدكم اي احدكم الموت اذا ان ترك خيرا الوصيه. مثلا صاحبي راك تهجى في الايه القرانيه وبغيت تفسج الكاميرا. نو نو الكاميرا يو بريس ا بوتن اند ات كومز اون. نو لايتس نو لايتس نو لايتس. ويرز ذا ماني هاف ذا ليدي شي هاز ذا ماني. بس ده يبقى رشوه. I'll get a after pay 150 dirhams. It's 12 quid, is it? Okay. Okay. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ بس هذا يبقى رشو. هاد اللي جالس حداك كانوا العيالات فاس كيجيو للدار يدقوا، ملي كتكون شي مرا حامله كتجي للدار تدق باش تدخل تشوف فيها، كيجيبوا السكر وداك الشيء تشوف فيها وتبقى تدوز على كرشك مع الله تجيب بحالي. قال لك الله ينزلنا على الكاد. After our generous donation to the Moroccan police coffers, we headed to the town of Azrou. أنا وليت نقبض الرشوة بكل صراحة. هو اللي قالها. يعني سخفات. ناني نغطيح. غطيح. كلهم خشيت صرنا هنا. الذي يرضى بالتطبيع مع الكيان الغاصب هذا خائن. وحنا صافين تسمينا عمان سنين هذا الساعة المباركة. ايوا حتى احنا فرحانين بزاف. الله يبارك عمرك فيك. الله يعينك. زعفتي وقلت لي روح واش ما نرضاك حنينة. وحاجة أخرى. أها. ملي تكون كتسارى في الشارع وشفتي جوج البنات كيدابزو ولا في السوق ولا فين ما بلا ما تسولهم مالكم ياك لاباس اش واقع؟ عرف بلي كيدابزو على عبد الحق الزروالي. ها لا قال لك الله ينزلنا على الكار. انا واقيل انا وليت كندوز مع المراه في الصباح على الفروج. اه زيد زيد واش اخر؟ كتقول لك واحد زاد داك الشيء كتعطي راه مابقاش كافي. راه زاد المطيشه مطيشه وصلات. واخا ابراهيم قال لك الله ينزلنا على الكاد. ماشي غير انا، راه واحد 90% ديال الناس ديال التخنين كانوا تيخبطوا الرشوه. واحد 90% بحالي كانوا مخمرين. وي سعادة الوزير سبحان الله العظيم والله الا الفالج بتسك معاه. راه عيب وعار، راه كاين اللي ما لقاش باش يشري كيلو ديال البطاطا. وتحرر ديك فلوس الرشوه كما كيسموها الرشوه. شحال تقريبا؟ هي 500 درهم. انت كتقول 500 درهم. شوفي سيري جيبي هي 500 درهم وجيبي الساكت. بحال هكا قالت لي. راه غتولدي دابا قالت غتولدي. خلصوا اكس بيس. قال لك تشيك. Cheeky. La X piece. I don't know if I recommend that. Guys, back out of here. Go back to hotel. Sure. كتل الآية هي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا أحدكم أحدكم. ها واحد الكفاءة اعتدى على مشاعرنا الوطنية من خلال تكرفيصة اللي تكرفص على اللغة العربية. وكل ويكاند كنجيو نجمعو هاد الزبل اخويا وتلقى الزبل هاني ولكن باش تلقى اولويز ما يمكنش الحركه تجي لي غيكل وعزمه راه الله اللي دوار شنو عامين ما بقاش واصل الدقيق ما تجدوش النوبه قالك تشي لنا النوبه عامين حنا خويا راه شي كثير راه ما تستافدوش منه واللي بغى يدير الخير يخرج يديرو في الزنقه راه كاين ما لقاش الشكات ديالها باش يفطر. الذي تعطاه الفرصه ليتحدث عن القضيه في محفل
ولا يتحدث عنها هذا خائن. الله يبارك عمر سيدي. الله يبارك عمر سيدي. الله يطول عمر سيدي. بارك الله فيك هذا سعيد. شكرا جزيلا على هذه الحفوة استقبال. قلبي وقلبك مجروح ولزوج هذا قسينا. Deep tannery, horses and chickens. I guess we're living the tannery. It's definitely an experience. Wow. عامين يلا جنوبة باش حنا ندو ديك خنشة ديال الدعم هاي غادي بها درك ب 16 100 كدير لي 10 ايام 15 يوم 60 مايل ان اور ليميت اي مين فوكس سيك 150 درهمز اوت يو نو واتس كومين الفلوس يومية فلوس بحال هكا كلينيك هنايا كيدخل واحد 3000 درهم 5000 درهم في النهار كيدخل شي كلينيك في المدينة ما كيدخلش هادشي راه خطير هو كيدخل هنايا هادشي راه خطير باش عندنا مستوصف يولي كيجي المواطن يبغي يولد او لا مواطنة كتبغي تولد وتعطي رشوة. For me, I've got no massive desire to. This side smells better. Well, you go deep in there, it's stronger. The cats love this place, though, huh? الذي يرضى أن يقتل إخوانه وهو يشهر التفاهة في وجوه الناشئة ليجعلهم ينشأون على تردي الأخلاق هذا خائن. لا لا ويلالي حرام عليك يا غزالي هيدي ويلي سيدي حبيبي فينو. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد ثاني كثرة المنتزهات والخيرات. واخس إبراهيم قال لك الله ينزلنا على الكعد. لا الله الله هذا الشهر على الأمة الإسلامية وكذلك على الشعب المغربي وعلى جلالة الملك باليمن والأمان. أحدكم أي أحدكم الموت إذا إن ترك خيرا الوصية. مثلا أصاحبي راك تهجى في الآية القرآنية وبغيت تفسجد. طا طا طني طا طا طني سيدي حبيبي اه ويني غزاني ومن غزاني نساني عيلي. والسلم والسلام والرزق الوفير ان شاء الله بحول الله وادامه الله ذخرا وما لدى لشعبه العزيز الوفي. قلتي لي انا ما كندوش بزاف. علاش؟ بمعنى انا كنبحث على النظافه الداخليه فيها، ما يمكنش انا موسخ لداخل. اربط 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 سلو بيا بركه بركه يوم بغيت تجتهد فيها ما عندكش. لا حبيبي عليا شوف شوف شوف